متابعين وصلنا لفقرتنا الطبية ورح نروح فيها جولة نحكي أكثر عن الغدة الدرقية ونحكي أكثر عن مشاكلها عن أسبابها وعن علاجاتها، وهل يجوز لمرضى الغدة الدرقية أنه يصوموا بشهر رمضان المبارك؟ تساؤلات تانية أكيد رح يجاوبنا عليها الدكتور زياد زودي أخصائي بأمراض الغدد الصم والسكري. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباحك ليا، بونجورات. خلي اي رياكم. فراشة بيضة عم تستقبلك، شفتها اجت لعندك. يسعد صباحك دكتور. اهلين فرح، صباح اهلا النور. وسهلا فيك. يعني خلينا بالاول ناخذ لمحة عن الغدة الدرقية، الهرمونات المسؤولة عن انتاجها بالجسم ووظائفها، خاصة انه كلياتنا بنعرف انه هي يمكن من اهم الغدد الموجودة بجسمنا. الغدة الدرقية موجودة هون باسفل الرقبة، وزنها حوالي 30 جرام، وعم تلمس على رقبتها ليا. هي الدينامو تبع الجسم، يعني هي ضروري افرازها الطبيعي. نعم. لكل خليه من خلايا الجسم. دائما بنقول بكل زاويه من زوايانا الطبيه انه مفروض التحري عنا بالايام الاولى من حياه الوليد. لما بدنا ننتظر نحن لحتى يصير الطفل او الوليد عمره اسابيع واشهر لحتى نعمل التي اس اتش، بدنا نعملها بالايام العشره الاوائل بعد ولادته. نعم. هي شغله كثير مهمه، لانه قصور الغده الدرقيه الخلقي شائع اكثر ما بنتصور، واذا ما تعالج باكرا ما امكن رح يسبب مشاكل كثير 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 كبيره. نعم. هي مثل الدينامو تبع الجسم، والهرمون تبعها بيسمح لكل المعادن والفيتامينات يدخلوا على الخليه، واذا كان ما عندنا هرمون الغده الدرقيه بشكل كافي معناتها الخلايا كلها مسكره. نعم. والفيتامينات والمعادن رح تضرب برا، وبالتالي رح يصير في عنا مشاكل كتير كتير كبيرة. مهم كتير نتحرى عن عملها وما ننتظر نحنا حتى يصير في عنا أعراض، لأنه أعراض هي شائعة جدا. نعم. تساقط الشعر، التعب، الوهن، خربطة بالدورة الشهرية، تنفيخ باليدين والرجلين، يعني يمكن مشاكل الدنيا كلها بتنزل علينا بس ما يكون عنا إفراز طبيعي للغدة الدرقية. نعم. إذا كان في عنا كسل، يعني قصور بالغدة الدرقية، أو زيادة بالإفراز، يعني فرط نشاط بالغدة الدرقية، رح يصير في عنا أعراض كتير كبيرة ومشاكل. نعم دكتور، كمان بدنا ننوه على نقطة، مو بس هدول الأعراض، يعني مو إذا تنفخوا إيدينا أو صار معنا شيء بيكون غدة درقية، لا، لازم دائما نعمل فحوصات. هون بس في نقطة بدي أسألك عليها، إنه إذا ما تم الفحص في بداية ولادة الجنين وبعدين بصير مشاكل، شو هي الأعراض يلي مثلا الأم لا بتعرف إنه هي مشكلة الغدة الدرقية فيما بعد لقدام، وبأي عمر ممكن إنه يصير في كسل أو يصير في إفراط بالغدة الدرقية؟ ليا كنا عم نقول إنه في كتير، يعني في عنا قصور بالغدة الدرقية خلقي. نعم. يعني وقت ما بيولد الوليد عنده قصور. يعني إذا لقينا نحن انه ابننا طب هي كيف بدها تعرف؟ هي بركي ما عندها معرفه او علم انه هلا لازم تعمل هذا التحليل. سؤال كثير وجيه، تحليل التي اس اتش هو تحليل روتيني وبيتساوى بكل بلدان العالم بدون ما يكون عندنا شيء، لازم نعمله بشكل يعني اجباري. هلا كل شيء عم يشوفنا على الاخباريه قد ما كان عمر ابنه يعمل التي اس اتش لابنه، هلا اذا حامل وعم تاخذ دواء الغده. في كتير كمان اعتقاد خاطئ وشائع انه لازم نوقف الادويه اثناء الحمل. الغده وقت تكون في عندنا قصور فيها وعم ناخذ الدواء هو ما له دواء، يعني هو نفسه بتفرزه الغده، مو 99% هو 100%. نعم. ولازم ما يتوقف، ولازم نعمل تحليل التي اس اتش كل شهر بشهره اثناء الحمل. نعم. هلا اذا وقت يولد الوليد اذا نحن نسينا نعمله، هذا ما لازم ننسى، يعني كل شيء عم يحضر الاخباري وعم يشوفني حفظ التي اس اتش لازم يعمله. بصير في تطبل بالبطن، بدل ما توقع يعني يوقع الحبل السري بتضل بتقول الام السره طولت لحتى التأمت. نعم. يعني في عنا امساك شديد، اليرقان اللي بصير عند الطفل بيطول، اللي اوقات بيكون ل 48 ساعه و72 ساعه بيطول. هي اعراض بتوجهنا بس نحن ما لازم ننتظر انه تصير. كل يوم كل يوم بيجي لعندي على العياده اطفال عمرهم اشهر واكتشفنا هلا انه عندهم قصور بالغده الدرقيه، بيكون فاتنا القطار. يعني نحن من وقت ما بنصلح من هلا ورايح
رح ما نزيد الخلل. بس يلي صار صار، يعني احنا عندنا طاوله فيها اربع رجلين وعم تتاكل رجل من الرجلين، كرسي الطفل الطاوله واقفه، بس هاللي راح من الرجل راح ما عاد يتصلح. اوكي، هي شغله كثير مهمه، بصير في نقص بالذكاء، ما عاد بينطق الطفل بالعمر المناسب، ما بيمشي بالعمر المناسب، بيضل مأخر عن رفقاته. وهي يوميا 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 بنشوفها بعياداتنا، بيجوا حاملين اطبار هيك قد عاملين كل التحاليل الا التحليل اللازم، عاملين مرنان وعاملين صور وعاملين ناسيانين اللي عملوا تي اس اتش. انا بتمنى من كل طبيب يحاول يساعدنا انه يحمل الرساله ويوجهها وينشرها مثل ما بننشر. يعني الثقافه الطبيه مهمه كثير اكيد، ونحن يعني الاعلام عم يساعدنا، عم نحاول ننشر الوعي الصحي وتحليل التي اس اتش. اذا بس هلا مين عم شافنا على الاخباريه وحفظ التحليل، هذا كافي من الفقره يلي ربع ساعه. يعني دكتور فعلا مثل ما تفضلت وحكيت، الثقافة الطبية والوعي الطبي إن كان عند الطبيب كثير، يمكن من الأطباء بيهملوا ينصحوا الأم أو حتى الأب بضرورة إجراء هي الفحوصات عند ولادة الطفل، لهيك عم نشوف هي المشاكل لبعدين. خلينا ما نحكي عن القصور، قصور الغدة الدرقية أو حتى فرط نشاطها، خلينا نميز أول شيء بين أعراض كلا المرضين وشو بيسبب. طبعا في أعراض يعني مختلفة تماما. قصور الغدة بصير في عنا تعب، بصير في عنا بطء بضربات القلب، بصير في إمساك. فرط نشاط الغدة الدرقية بصير في عنا تسرع بالقلب، بصير في رشفة، بصير في تعرق. نعم. الأعراض مختلفة تماماً. بصير في إسهال أوقات. وإحنا عند النساء مشاكل الغدة الدرقية شائعة أكثر من عند الذكور. يعني من كل 10 9 من 10 هن نساء، 1 من 10 هن ذكور. ومنلاقي بس لما تتقرفس هي ما عاد فيها تقوم، لانه بصير في وهن بالعضلات. نعم. اوقات بصير في انتفاخ بحجم الغده الدرقيه، حتى خمول بصير يمكن في جحوظ بالعينين. نعم. عند بعض النساء او الرجال. بس وقت يصير عند الذكور احنا بنقول 1 من 10 هو ذكر، 9 من 10 هو النساء، بس وقت يصير عند الذكور بتكون الاعراض أكثر. صارخه اكثر. نعم. واضحه اكثر. نعم. وقويه اكثر. نعم. دكتور خلينا نرجع لحديثنا بخلال الشهر الكريم، خلال شهر رمضان المبارك، الصيام صح مع مرضى الغدة الدرقية إن كان قصور وإن كان إفراط في الغدة؟ هلا إذا كان عندنا نحن قصور بالغدة الدرقية مشان الدواء يفضل يتاخذ، نحن بنكون هلا باللي برمضان عطشانين أكثر من جوعانين. وقت يقدن وقت أذان المغرب ناخذ حبة الغدة مطلوب العيار المطلوب مباشرة مع مي، وبننتظر 10 دقائق، فينا ب10 دقائق نعمل فرض الصلاة، 10 دقائق بيمضوا بسرعة، بعدين بناكل. يعني يفضل نحن ما ناخده عند السحور، ناخده عند الإفطار. ليش؟ دواء الغدة لأنه لازم يتاخذ على معدة فاضية، ويكون صرنا عدة ساعات ما ناكلين، ونحن أغلب يلي عم يصوم بين الافطار والسحور 10 وجبات 10 وجبات ما بيوقفوا اكل بقى، وبدل ما ننحف من اسمانه، هذا اللي عم نشوفه يعني بالشهر الفضيل، بقى ناخذ نحن الحبه عند الافطار افضل بكثير ما ناخذها عند السحور. اكيد. يعني يا دكتور دائما بنقول الوقايه، دائما بنقول الوقايه هي افضل من العلاج، هل ممكن الذكور او الاناث حتى يعملوا يمكن برنامج غذائي صحي او ينتبهوا اكثر على حالهم لحتى ما نوقع بالمحظور ان كان بفرط النشاط او حتى القصور او اي متاعب للغده؟ هل هو النظام الصحي المتوازن؟ نعم. كثير مهم لاي انسان انه نكثر خضار طازجه، نحن زيت الزيتون، البندوره، البقدونس عم تضحك ليها، والتبوله لانه هدول هذا يعني عالميا بيقولوا النظام الغذائي للبحر الابيض المتوسط هو النظام صحيح افضل عالميا للوقايه من امراض القلب، من السرطانات. نعم. من حتى تكون بشرتنا احلى، شعرنا احلى، كل شيء احلى. لازم ناكل اكلنا الصحي، التبوله، الفتوش، بس ما يكون خبز مقلي، البقله، الزيت الزيتون، كله هذا الفواكه الطازجه بتطلع بالموسم. ونبعد عن الاكل الجاهز قد ما بنقدر، بعد عن الفاست فود، عن المقالي،
وعن الشاورما وهي تتعرض لنار كثير قويه. وانا كمان بدي اقول لك عن شو. تفضلي. وعن الاجبان المربعه والمثلثه المربعه والمدوره يلي ببلادهم محطوطه بالبراد ومع 3 اشهر صلاحيه. نحن ببلادنا بدون براد وسنين. ومع السنه هي تضل سنه بلا براد ما بتنتزع قد مو كثيرين لمواد حافظه. وهي كلها المواد الحافظه بتعمل اضطرابات هرمونيه. نعم. وبتعمل خلل، بتعمل تسرع بالبلوغ، بتعمل كثير مشاكل. نعم. يلي عم نشوفها منتشره بشكل فظيع. دكتور، دائما مرض الغده هو علاجه طويل الامد، يعني مدى الحياه. لهلا يعني ما صار هيك في شيء دواء، شيء اكتشاف جديد انه يقلل من يمكن من استخدام هالادويه الزياده؟ هلا ما في حدا انشفى مثلا من وقت تكون في عندنا قصور بالغده الدرقيه، يعني الغده ما عم تفرز الكميه المناسبه. نحن عم ناخذ من مصدر خارجي نفسه بتفرزه الغده، والحبه الله يجعل اكبر المصايب رح تاخذ على معده فاضيه وما بضروري بنفس الوقت. ما لها اثار جانبيه. ما لها اثار لانه هي ما لها دواء اصلا. الدواء حبه الاسبرين هي دواء، حبه الباراسيتامول هي دواء. هي نفسه بتفرزه الغده، ما له اي تاثير جانبي، ما بيتعارض مع شيء، لا بيسوي حساسيه، لا بيسوي اي شيء. بس نعرف نحن الكميه المناسبه بدها تتاخذ، وتاخذ على معده فاضيه مثل ما قلنا على الريق. ما انه مطلوب تتاخذ بوقت معين، في ناس بيربطوا الساعه كل يوم على 7 الصبح بياخذوها بيرجعوا بيناموا. وقت يفيقوا لو يوم فاقوا 6 يوم فاقوا 7 يوم فاقوا 10، مهم على معده فاضيه. مهم على معده فاضيه. ننتظر ربع ساعه وناكل اللي بدنا اياه بعدين. دكتور، كنا اشرنا اشاره سريعه انه الاناث هي اكثر عرضه للاصابه بامراض الغده اكثر من الذكور. هذا الشيء هو ناتج عن طبيعه جسمها او نتيجه الولادات المتكرره او حتى الولاده لمره واحده، او هي طبيعه بجسم الامراه بتختلف عن الذكر؟ صراحه احنا ما بنعرف ليش بيصير عند النساء اكثر من الرجال. نعم. في امراض معروفه احصائيا انه بتصير عند النساء اكثر، في امراض احصائيا بتصير عند الرجال اكثر. نعم. يعني ما فينا نقول دكتور انه بعد الولاده ممكن تكون الامراه معرضه اكثر، ما دخل. لا لا لا، الولاده ما دخلها بالموضوع. يعني ما في قاعده اساسيه بالغده. لا لا، نحن احصائيا نعرف انه 90% من الاصابات هي عند النساء و10% من الاصابات الغده الدرقيه عند الرجال. بس ما في سبب معين بيقول انه يعني خلي انه تصير اكثر او شائعه اكثر عند النساء مشاكل الغده الدرقيه. نعم. والزعل والرعبه ومدري شو، لا بيساوي سكر ولا بيساوي غده. هلا ما منيح لحدا، بس انا ما بيواتيني الزعل. بيقولوا لي مين بيواتي الزعل؟ يعني في حدا بيواتي الزعل؟ انا ما بيواتيني الزعل ابدا. الله يعين البنات. انت بواتك بتكوني مرمريتها كل الوقت. الله يعين البنات، كل الامراض بيتميزوا فيها دائما. دكتور، خلينا نتطرق للموضوع يلي دائما 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 في تساؤلات كبيره عن المراه الحامل وعلاج الغده. يعني دائما بنشوف سيدات دكتور طب بتقول لها وقفي الدواء هلا عندك حبال، او مثلا دواء الغده ما بخليك تحبلي. هل الاشاعات هل هي صحيحه؟ هلا بدنا نقول انه تكون في قصور بالغده الدرقيه او فرط نشاط بالغده الدرقيه وما انه معالج، حتى يصير في خصوبه رح تكون هون الخصوبه اقل من الطبيعي. ونحن قصور الغدة الدرقية هو شائع أكثر، يعني لازم تحليل التي اس اتش يلي نحن عم نطلبه عند الوليد هون كمان يتساوى عند أي سيدة هي عم تحضر إنه يصير في حمل، وأي رجال عم يحضر إنه زوجته يصير، يعني أي كوبل عم يحضروا لأي حمل قريب يعملوا التي اس اتش لكلا الزوجين. أوكي. هي شغلة كثير مهمة. هلا لازم ما يتوقف دواء الغدة أثناء الحمل، قلنا عليها كثير شغله مهمه. هلا ما بعتقد في دكتور نسائي ودكتور نسائيه بيقولوا انه وقفوا الدواء، بس هو اعتقادات خاطئه واجتهادات شخصيه. الجاره والحمايه ومدري شو بيقولوا، ونحن وين الفراشه رجعت لعندي. الفراشه البيضاء رجعت. بقى نحن ما بدنا انه يعني نوقف دواء الغده، بس فرط نشاط الغده الحقيقه في ادويه بنفضل ما نستعملها اذا كان فرط النشاط موجود، وفي ادويه امنه اكثر اثناء الحمل. خلي الدكتور المختص هو اللي تماما يتابع شغله. دكتور الغداد مع يعني مع دكتور النسائيه يعني بيتشاوروا مع بعض يضبطوا الامور.
أكيد دكتور. بدنا نرجع شوي لموضوع الأطفال، وإذا كان في فعلا هذا الوعي اللي كنا عم نحكي عليه والأم ساوت هذا التحليل وقدرت فعلا تكتشف أنه في قصور أو يمكن فرط نشاط عند هذا الطفل وبدأت بالعلاج، هل نحن فينا نقول نحن فعلا تداركنا الموقف وقدر الطفل ينمى بشكل طبيعي وينطق بشكل طبيعي، أو يمكن منخفف شوي من الآثار لكن ما فينا نحميه منها كلها؟ فرح، سؤال كتير حلو. بتمنى كل مين عم يشوفنا يعني ينتبه لهال، مجرد ما شخصنا نحن قصور الغدة الدرقية بالأيام الأولى من حياة الوليد وأخذ التيروكسين موجود بشكل قوت للأطفال، موجود بشكل حب ممكن ندقه وحتى ماما ينعطيه، بيعيش هالطفل حياته مثل أي إنسان طبيعي 100% مو 99%. وأنا بقول لسوء الحظ أنا خلال ممارستي لهلأ طفل وحيد فقط جاني بالايام الاولى راحوا لطبيب الاطفال على اساس انه منفوخ وما عم تنزل السره وهيك، اجى طبيب الاطفال قال لهم للاهل هي مو شغلتي، كنت تعملوا تي اس اتش وتراجعوا طبيب الغدد. الطفل الوحيد اللي شفته بالايام الاولى من حياته للاسف نسبه كثير قليله دكتور، والباقي كلهم بيجوني بعد اشهر حالات متاخره وعاملين اطباره مثل ما قلنا وما عاملين تي اس اتش، وبيكون صلحنا من هلا ورايح. بس اللي راح راح للأسف دكتور، وهي بس ببلادنا للأسف. يعني ببلاد برا بدون ما يطلبك يعني بيعملوا تي اس اتش لحالهم بالمستشفى. نعم. طيب ليه دكتور ما بيتعمم هذا الشيء على كل دكاتره الاطفال؟ يعني في عفوا دكتور في تحاليل معينه للمراه الحامل هي المفروض روتينيه اي طبيب نسائيه بيفرضها على المراه الحامل، ليه هذا التحليل لازم ما لازم يكون مثل بقيه التحاليل؟ انا بتمنى الاعلام يساعدنا انه ننشر الوعي الصحي اكثر، وكل طبيب يحمل الشعله ويوصلها تمام لرفيقه لمرضى هي حتى كل مين عم يشوفنا هلا. يعني تي اس اتش شغله كثير يعني مهمه نساويها باي عمر من الاعمار. يعني دائما نحن اكيد بنتمنى يكون في وعي اكثر مثل ما ذكرنا من شوي دكتور. قبل ما نختم يمكن بس في سؤال، انه هل نسبه الفحوصات بالتي اس اتش بتختلف بين عمر والثاني؟ يعني مثلا انا كل قد ايه لازم اعمل او شيك على التي اس اتش اذا ما كان في اعراض؟ عند الكبير مره بالسنه ضروري، هي من ضمن التشيك اب اللي بنسميه. وقت نعمل احنا تشيك اب نعمل كوليسترول وشحوم وهي لازم نعمل تي اس اتش مره بالسنه اذا ما عندنا اي مشكله. هلا اذا عندنا مشكله تساقط شعر، اضطراب بالدوره الشهريه، عم يتنفخوا الايدين الرجلين، امساك، اسهال، الاظافر عم يتكسروا، في عنا مشاكل بالبشره، حتى بالوزن يمكن، حتى الوزن. هي فرح كمان ساعدتنا. شغله كثير مهمه نطلب التي اس اتش، يعني لازم التحليل يكون نازل داخل هيك بمنهاجنا. نعم. ويعني امبارح اجتني انا سيده على العياده بنتها عمرها عده اشهر وعم تشوف طبيب اطفال وعم يطلب لها كل التحاليل وعمرها صار عده اشهر وما طلبت تي اس اتش. اخر شيء لحالها راحت على المخبر قالت لهم بنتي ما عم تتحسن، المخبر قال لي اعملي تي اس اتش. يعني بنشكر المخبر يلي وجه وعاها وعملت تي اس اتش، طلعت تي اس اتش عالي. فانت عم تقولي لي انه قديش لازم نساوي عند الوليد اجباري، هي شغله عند الطفل اللي ما عم يطول مقصر بالطول، هي شغله كثير مهمه نعمل تي اس اتش. اذا عنده قصور بالغده الدرقيه وصلحنا القصور بيطول بيصلح الخلل. يعني مثل ما قلنا بصير الفيتامينات تدخل على الخلايا. اكيد. بدنا نقول لك شكرا كثير دكتور، فعلا دائما نحن بحاجه لدكتور طبيب مختص يسلط الضوء على الاخطاء ان كان الاخطاء الشائعه، على بعض التحذيرات المهمه مثل التحليل يلي حضرتك حكيت عنه وقد ايه فعلا المفروض نحن نعمله، وهو صوت ونداء لكل ام ولكل اسره انه يكون عندهم هذا الوعي، ولكل الاطباء. شكرا كثير لك دكتور، وشكرا على جميع الاستفسارات اللي قدمت لنا اجوبه عنها. شكرا. شكرا كثير فرح، شكرا كثير ليا، وشكرا للاخباريه، وشكرا لكل مشاهدينا. ان شاء الله رمضان كريم وعيد فطر هيك يكون حلو للجميع. اهلا وسهلا فيك دكتور، واكيد ناطرينك بحلقات جديده وجايه ومواضيع جديده سلطت الضوء عليها. شكرا كثير لك. شكرا لك.